<applause> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ناد ذي الذويلين بل بل أيذوذ يقفل الإسلام ويرفضير كل أين يعني دي عرضا فلاس الإسلام أما تنصرانيث ما أما تيهوديس ويقفل الإسلام بسرعة بالمقارنة إما إما نحسب القرون يقول رومان ذكي أما ذا الرومان أما ذا الروم يعني لي 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 بيزونتان كاع عرضنا أظن ذكي تنصرانيث إما نقارن زمان باش يشمو ذوذنا على الإسلام رغم اين يضران بعدا كي تزورا وقبل تفهم حقيقة هذا الدين لا نكاكي المناوشات لا هو مجرد لا هو منو ولكن العبقرية يعني بوكدوزنا سون جيني إلا دايما يفرق تصرفات العبادة كذ الدين حقيقة الدين يمي يفهم الدين خاص إلا يسخسروا بذان خاص اللي صار وين يقارني كذي نسلم اشيني نواقي ماشي الاسلام العبقرية نسم حاس باش الاسلام والحق وتصرفات البشر ماشي نساتي اري أكذن حقيقة الاسلام ولكن الاسلام تؤكده حقيقته تؤكد النصوص سيشدنا سيدي ربي عز وجل خاطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سميتي دي بض الحق سيدي ربي الناس نين سلمان ودي ميد يخدم زي ودي تجي فلان نا فلان اما كني يقارن يدي انا ثاقي في دنه الدار بابا با سن الوصيه في الدين ذنو على اريت تصرفني دينا ما كنسني اكنسني هذا لا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني تركت فيكم كتاب الله جاوني دول ربي ماذا قال لان عن البشر الرسول ولكن سيدي ربي وريس ذي الموت وما كانوا يستنار لكل جميع الانبياء والمرسلين خاطر ذي البشر والبشر ولا شوينو ميكتب سيدي ربي الخلود ذي الحياه تاكين هذا نتغا ما كان موثن ولكن اون دجا غينور نسفوكارا أو اون دجا غينور اينور نسقدامارا اين أو اون دجا اينور نسروحارا أو اون دجا ولا ربي أو اون دجا كتاب الله أو اون دجا الروح نسيدي ربي أو اون دجا ذكر الله أو اون دجا القران والقران الكريم يستعلم امش ونزمير راه دنيني غادي نستشهد ستصرف ما يفغي وفريد نا يظلم نا يوث نا يخدع ادنيني الاسلام الدين يستعلم من هذه الخدمه الدين يستعلم العباد باش تخدم انت العالي باش تخدم العدل باش تخدم المساواة باش تخدم الحق باش تخدم الامن باش تعدلنا لثلاث باش المنارة ولهذا العبقرية الشعب النا فهمن باللي إلا خذنا إنسان وين يفرقن غير تصرفات العبادة كود الدين حقيقة الدين ولهذا ديني رغم المناوشات قدران غير وجودنا ذي الفاتحين إمزورة ودوم القضية حوالي اثنين وسبعين سنة ولكن اسمين يفهمن دا شو الحقيقة الدين هي الناس يربي غي الدين هاكي الناس يربي الاسلام وفتحن في مور انسان فتحن ولا ونسان حسن اقام انسان الى اله الا الله محمد رسول الله خطر وقفل الدين على الاساس صحيح خطرين قدران ذي قدران ذي دي ذي ويا دين سلمان يضريس كراس نوم كراد يضريس نوم خلاف وسوف الفرق وسوف الفئات دلفق وسوف عند النقاش وسوف عند اطاس ان زياده ولكن الكل في لوفياكي وراثر انت راه ديك خاطر العبقريه بكذوذنا فرقا غير حقيقه الدين يكون البشر أكد الهضرة البشر بحيث إما ننسى حتى إما ننسى لكن إلا إيه هضرني ونسى المعنى إيه يفغني وفريد إيه دور على العلاقة وين دينا سيد دي ربي عز وجل أدنيني واجي شغل النقاش البيزنطي أخطرنا أن عاش بيزونتا عرضنا بيزنطا أعرضنا فرد الدين ولكن ذي النقاش ورسعين المعنى ورسعين أزكا ورسعين الهدف على الغاية وري اللي وين ذرايا وظلها ولهذا جديد الناس مية يقبل الدين الإسلامي يقبل على حقيقته خاطر جديد النغ الوصية نغدي جي رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم كتاب الله طفنا ولا ربي وفهمنا ولا ربي خطر قفل الاسلام ثلا اليهوديه ثلا النصرانيه اليهوديه والنصرانيه ماشي الدين المذهب النصرانية لن نقارن لن نقارن النصرانية اليهودية لن نقارن إبراهيم يهودي سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء هو يهودي والنصرانيين قال لا لا ذا نصراني أول ربي يسند يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ينسى شغل سيدي ابراهيم لا يعاش قبل اليهوديه وقبل النصرانيه ام كان يلذاه الدين لذا النصرانيه في كيس السيد الحسم ينسى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الناس سوري اللي ذا يهود اللي ذا نصراني ولكن ابراهيم دين سلم دين سلم الحنيف ذيوني عبد ربي وحدس وذيون المؤمن المخلص لله رب العالمين في مشاهية قيني يخدم من اليهودية والنصرانيه الخلافة قيل لن يرسن بان ولو كان سود من يظن يريين سلم نسيت يتمي خطرة تصبب يارد يقع ان سلمن سلم نسل الفتاة تستمشوها كل يونك يقارد ان عن الحق واكيني رسول الله ذا آه سني وكين ذا شيعي وكين ذا إباضي وكين ذا قدري ذا كذا كذا أتصلوا فان الدين والفان ولكن يجوز نور يسمح السرير كل يتلو فياك وليس يسمح السرير يتلو فاني ذي قديمين وليسمح السرير يتلو فياك تي جديدين يروح مباشرة الهدف أروين يقلان قوال ربين خاطر ما سيدي ربي ما راه غادي يحكو سفيدي عدان ماشي باش هادي تشفى هاديك السن باش هادي هادي يهدر لا سن باش غادي يني يكون ولد العالي يكون وثني ديريتن قاطي باش كنا غادي يني حاضر تخدم ما كنخدمان نخدمن خاطر ما تخدم ما يناك نخدمن غادي ينطبق غادي ينطبق في لون نفس الحكم غادي ينطبق في لون نفس القانون خاطر القوانين سيدي ربي وفرقنا را قرد العباد أما طبقاً في السنة نطبق ولهذا جذوذنا دي ورا إميا إيمي إيمي أرثين سلمت يغلي السنكان قل آمنت قل آمنت بالله ثم استقيموا إذا كان القرآن ينادى سيدنا إبراهيم الخليل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اجدودنا ثاني عبر التاريخ إناد ما كان محمد يريد لا سيدنا رسول الله الفرق الفرقه يقين الفرقه يقين الفرقه ولكن الذي نسلم هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نسلم وما كان من المشركين ولهذا البلاني والعياذ بالله يقبضنا رطاس مراقين سلما اكدوث نوث ديك الى عهد قريب وديك شماره ولا يجمع الدين الى عمر في الدين الى إيه عمر خدم الحروب بين طوائف ونزرى الخلاف نيلا لن ينسلم من الخلاف غير العباد وفي معظم الاحيان نغنى في الدنيس ونوغنا راه في الاخر نغنى فين افين في سميرد نيمدان انو رايا وين تصدي الدنيس اجدودنا يطف العالم ينس لوروبير ينس ذا هو ربي ذا شو دينا. ولهذا وتخشي من ثلاث لوفانيا يديك شمنا يديك شمنا تص تمورا وإلا قاع الساعة هنا كان رانبد خاطر الحقيبان لحقوا الحقيب ليش طائفة إكسان غير كل الصواب وغير كل كلش بالخطا نكوني نناد الاسلام ان تقول امنت بالله ثم استقل امنت بالله ثم استقيم ذا شو الخلاصة الدين الخلاصة الدين دين يضمنا صربي يون صربي واحد سوري سارة شريك وتقاض بمنه كفري ذا خير قل آمنت بالله ذو مستقيم والفعال الخير لعلكم تفلحون ذا الميزان الديني ذا الميزان الإيماني ذا شو الميزان باللي الديني كيصحى إيمي غينا ردي فغن صديق <applause> ذي الخير ذيني سالة انتفع خلقيت خطر سيدي ربوري يحواج يون سيدي ربي يحواج أمذان يقوم من نيس ويخدم الخير يتخلقيت وفعالوا الخير لا لك وألي كل الأنبياء والمرسلين سووا النغدة غدا الوانشتا سووا لنا من صربيون خطر وين من راه صربي غادي يضيع غادي يضيع غادي يروح ذلك ومن يشك بلا فكأنما خرى من سمائه تتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق على المرجعيه على الايمان بالله الذي خلقه اذي ضيع وليس على السيرم سيدي ربي خلق غير باش نسوي السيرم السيرم ونسفوك على خاطر ان دايم ذن خلق غير باش نسفوك مالا وبنادم الى قاس هذه خيرا دار يخلد هذه خلد الناعم ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته